بسم الله الرحمن الرحيم. لما يوصلك إيميل على سبيل المثال من أمازون أو من أي شركة، فهم يرسلون الإيميل هذا على أساس أنك أنت تعرف عروضهم، لكن هم يجمعون معلومات كثيرة من هذا الإيميل. فهم يعرفون أنت متى فتحت الإيميل عشان يرسلوا لك في أوقات يكون أنت في الغالب فاتح الإيميل وقتها وتشيك. أيضا يعرفون رقم الآي بي تبعك، يعرفون أنت أي صورة ضغطت عليها وأي يعني بيكسل أنت وقفت عنده وشاهدت العرض. فلو أنا وقفت في النص هم يعرفوني أنا وقفت في النص وأنه عجبتني العروض هذه اللي موجودة. فعلى أساس أنت تحافظ على خصوصيتك، أضافت أبل في نظام الآي أو إس 15 إعدادات مهمة لازم أنك أنت تفعلها. فقبل ندخل في التفاصيل أتمنى أنك تعطوا لايك لهذا الفيديو وأيضا تشتركون بالقناة. فكل عليك أنك أنت تروح للإعدادات وبعدين تدخل على البريد، وبعدين تنزل تحت وفيه خيار حماية الخصوصية، فتدخل عليه وتفعل حماية نشاط البريد. فلو انت ضغطت الآن على معرفة المزيد راح يتكلم عن نفس الكلام اللي أنا شرحت لك في بداية الفيديو. فنصيحتي أنكم تفعلون هذه الميزة، وطبعا بالإضافة إلى أن ما راح يحمل البريد وقت أنت ما تفتح الإيميل، أو ما راح يحمل الإيميل وقت أنت ما تفتحه، راح يحمله في الخلفية. وبالإضافة إلى أن أضافوا زي الفي بي إن أو السيرفر بحيث أنه ما يعرفون الشركات رقم الآي بي تبعك. فهذه الإعدادات راح تطبق فقط على تطبيق الميل الرئيسي. لو كنت تستخدم تطبيق ميل غير الميل الرئيسي اللي موجود في الآيفون راح تكون معلوماتك معرضة للخطر. فنصيحتي أنكم استخدموا الإيميل اللي موجود في الجهاز بحيث أنه يحافظ على خصوصيتك، بحيث أنك أنت ما تعطي الشركات أرقام الآي بي ولا يعرفون اهتماماتك ولا يعرفون معلومات أكثر عنك أنت ما أنت بالحاجة لمشاركتها مع شركات المنتجات. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار أتمنى أنكم تكتبونه تحت في خانة التعليقات وتسألوني على السناب. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.